هذا اليوم 29 أكتوبر 2024 على الساعة 27 دقيقة وقع حادث مميت للمرور على مستوى الطريق الوطني رقم 53 ألف الرابط بين بلدية حاسي مسعود وبلدية البرمة الحدودية. الحادث مثل في اصطدام حافلة لنقل العمال بشاحنة ذات مقطورة. على الفور تم التدخل بسرعة لأفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالبرمة من أجل القيام بالمعاينات. قمنا على الفور بتفعيل مخطط التعاون المشترك مع سوناتراك، وقامت الوحدة الثانية وحدة ثانوية للبرمة بالتدخل على الفور، ولحقوا على المكان لقوا مع الأسف 11 شخص متوفي، وسائق الشاحنة كان عنده جروح يعني عميقة، قمنا بنقله إلى مستشفى حاسي مسعود.